إني كثير من الإخوان أن أعطيهم بإذن الله تبارك وتعالى عملية التيمم بطريقة عملية حتى يتعلموا. يا كسيدي إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني هذا هو الصعيد الطاهر، حجرة صعيد الطاهر، هيا النية الود، ها هو الصعيد الطاهر هزوج. إذا فالضربة الأولى وهي بسم الله بسم الله بسم الله، ها هي الحجرة. ثم أمسح أولا الوجه إن شاء الله تبارك وتعالى هكذا، ثم أمسح اليدين هكذا هكذا. الآن تيممت بإذن الله تبارك وتعالى، لقد تيممت الآن، وأستطيع بهذا التيمم أن أقرأ القرآن، أن أصلي الفرائض، وأن أصلي النوافل، وأن أفعل كل ما يفعله المتوضئ سواء بسواء. وصلى الله على حبيبنا محمد.